عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير. اليوم عندنا مباراة جميلة وقوية ومثيرة، مباراة العين الاماراتي مع الاهلي السعودي على ملعب نادي العين، وباذن الله ياسلا شجو. اسمع ياسلا، انا عادي اتمنى لك الفوز عشان تستمر سلسلة انتصاراتكم في بطولة النخبة الاسيوية، وان شاء الله تحقيق 3 نقاط مع كامل حب والتقدير لاصحاب الارض نادي العين الاماراتي. لايكاتكم واشتراكاتكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ. ومقطع اليوم برعاية متجر العطاس لبيع الكوينز. تبغى فريقك قوي، تبغى تخش الفوت تدمر اي احد في وجهك، نظبطك ان شاء الله من الالف الى الياء. حلول تشكيلات، كوينز، شحن فوري بارخص الاسعار، خدمة عملاء 24 ساعة متواجدين لخدمتك. ويا جماعة الخير، ترانا مسويين سحب اسبوعي لعملاء متجرنا. استخدم كود ATT7 لما تيجي تشحن كوينز، وحتدخل على سحب دبل الكمية اللي شحنتها. كل اسبوع حيكون في هذا الشيء ان شاء الله، وراح يتم السحب كل يوم سبت. كل يوم سبت في فائز ان شاء الله. رابط المتجر في الوصف تحت، واشكرهم على رعايتهم هذه المباراة. من زمان ما شفت الحركة دي انا محرز. يلا نقول ان شاء الله هدف. 10 دقائق عدت على الشوط الاول، الان وقتكم. يلا كذا ويجي ابنات هوب بيديك واحدة كذا. بسم الله ابنات. ايش هذا؟ يلا ما في مشكلة، اهم شيء الفوز. الهدف يجي 10 دقيقة، 20 الدقيقة، 90، اهم شيء الفوز. بس ان شاء الله كيسيلو ما دخل هدف. اي لاعب دخل هدف، مندي دخل هدف ولا كيسيلو دخل هدف. حذاري 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 من رحيمي حذاري. لا لا ما في شيء يا حكم. اتوقع الله يهديه رحيمي مثل حذاري الراوي. ترى سفيان رحيمي من اخطر 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 المهاجمين، بالذات في المرتدات، بالذات في المرتدات. ان شاء الله ما في شيء. شوف لا احتكاك، مو احتكاك يعني. شوف يعني ماشيين جنب بعض، فاحتكاك احتكاك خفيف ما في مشكله. حكم دونت بلانتي. جاء رحيمي. رحيمي ما حيفك الحكم. حكم اسحب عليه. الله لك يا حكم فنان. الله قال لا ما في شيء. ديبرال هدي. ها الفريق العيناوي جميل يا رب. يا فيقة بس. شفت فيرمينو كيف ناول؟ فيرمينو اليوم مرة منروق. فيرمينو اليوم لا 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 حقي بنيس، حقي بنيس. اقسم بالله خفت انه رحيم يطيح. شوف 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 الله. فيرمينو اليوم، فيرمينو مروق اليوم، لعب سامبا برازيلية. بس شوف شوف حقت بنيس هنا 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 هنا. شوف هنا لو رحيم طاح بلنتي. بسم ربي انها مشيت. حذاري حذاري يا بنيس، وحذاري يا ديمرال. الله تعب هذا لسه دي 19 تعب. حبيبي رحيمي حيتعبكم مره. رحيمي يبغاله 4 مدافعين ما شاء الله. يعني 4 قلوب دفاع، 4 سنتر، 2 بنيس، 2 ديمرال. ادي كرت احمر، ادي كرت احمر يا حكم. ماني والله ما ادري ايش فيه وما ادري ايش فيه، بس ادي كرت احمر. لا تتكلم يا حكم، هذا ما ينفع معك كلام. كرت احمر على طول. الحكم يطالب بالفار، بس الفار يا حبيبي كذا كذا. هذا هذا مو فار. سلامات. لا 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 ابنيز واضح انه عنده اصابه ويتالم. ان شاء الله ما قدامه العافيه، لانه دفاع الاهلي اليوم لازم يكون صلب وحديدي، ويكون تركيزهم على سفيان الرحيمي. ألعب فيرمينو، فيرمينو قاعد أمدح فيك وأقول اليوم مبدع واليوم ما صاب البرازيلية. إيش هذا؟ شوف فيرمينو أنت ناولت مين؟ لا أنت اللي سددت ولا أنت اللي ناولت. الله يستر الله يستر الله يا إخوان. حارس الأهلي ديميرال ولا مندي؟ ما شاء الله ديميرال، ما شاء الله لا قوة. شوف هذه الكرة هو اللي خلصها، وهذه الكرة هو مرت صد ليها. ما شاء الله ديميرال اليوم ممكن ابرز لاعب في الاهلي الان. ديميرال انهى الحكم الشوط الاول من مباراة العين والاهلي، وصراحة شوط اول اقل من المتوقع واقل من المأمول اداء ونتيجة من كلا فريقين. لايكاتكم واشتراكاتكم، وباذن الله الشوط الثاني افضل وفوز للنادي الاهلي. رحيمي مو عشان انه لاعب فنان، مو عشان انه باتمان. لا 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 حكم، هذه الغيره. شو 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 الغيره الغيره عشان 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 مجرشي متعلق وعشان مجرشي الشوط الاول كان لابس باتمان قناع.
سؤال ثاني نزل بدون قناع. ليش مسخت القناع يا مجرشي؟ الله يصلحك. لو كنت لابس القناع مستحيل يخش عليك هذا الخشب. انا انت عثمان الكل حيخاف منك. والله الف سلامه على المجرشي. يا سلي بيبدل اول تبديلات ويبغى الفوق. ايفنتوني مسلم؟ اي والله انا ما عندي معلومه ذي. ان شاء الله هذا قاعد لا يكون هو مسلم وانا ما ادري. شوف اذا انت مسلم الحمد لله، اذا ما انت مسلم الله يهدي قلبك وكل اللي في الارض كان لعب كوره ولا اي شيء انه يصير مسلمين. دقيقه انا تدخل ذا مره قوي بس دقيقه. ايفنتوني مسلم؟ والله ان شاء الله يكون مسلم، والله ما ادري انا. خروج فراس البريكان ودخول الايفون توني. الله جمهور الاهلي فعلا عندما قالوا انهم وسوف ايش المشيت وسوف الزماني سنم عبد الله عربي، عبد الله اتكلم عربي، سنمضي معا خارج المملكه داخل المملكه في كل مكان وزمان خلف شعارهم. وخروج الكسندر هذا اللاعب اللي الاهلي ترى ما استفاد منه الا يعني ممكن مباراه، لا استفاد الاهلي من الكسندر ممكن هجمتين بس. استغفر الله استغفر الله، مع كامل الاحترام والتقدير لجميع اللاعبين. فاول للاهلي واقف عليه رياض محرز. هل هذا قبل شيء داخل 69 دقيقة الأهلي ما قدر يسجل هدف. الآيفون نزل وسجل أول هدف في المباراة. الآيفون إيفنتوني اللي في مباراة كثيرة كان يهدر أهداف للأهلي الآن هو من يحرز أول أهداف الأهلي في البطولة السوية. يا بويا الأهلي كله في بطولة آسيا غير يعني حتى إيفنتوني صار لعيب. يعني عبد الله هو ما كان أول لعيب، لا لعيب بس كان يضيع كثير. بس شوف ما في مراقب على شوف حتى لعيبة العين سايبينه لأنه عارفين إنه ما حيسجلها. شوف طلع لوحده ومعاه احد ولا احد ماسكه. والله الله 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 ثاني دوبه داخل ما شاء الله بوب هدف. هذا اللي بقول لك اللاعب العنصر المؤثر العنصر المغير العنصر العنصر عبد الله كمان كلام اهم شيء. احسنتم ثلاث نقاط مهمه. ايوه اوف لا جلبت الاهلي انت كل شيء لازم عندكم كذا حكم شيك عليه ممكن اوف سايد الغى هدف الغى هدف حكم تاكل اوف سايد جلبت الاهلي كل شيء. الله ينكد على شيطانك يا كيسه. محرز بلمسه اماميه هذه لبوبي. ايوه اوه سلل تكفى يا حكم. لا والله ما شاء الله صاروخ. اتوقع ما في تسلل. فيها تسلل؟ ما في تسلل ما في شيء. لا كان المسا؟ يا الله شو حتى هو كي سوى؟ والله يا قذيفة صلاة على النبي. يوه ما شاء الله يا ولد هذه رجل كريستيانو ورجل أسامة ولد مع بعض. بوم صلاة على النبي على القذيفة. من قوة الشوتة رحيم جات الإصابة. ألف سلام والله رحيم. يا حكم احسب يا حكم يا حكم خلينا نفوز الأهلي. الأهلي ما شاء الله فاسي مرة مبدع. مشي يا حكم. والله بصراحة عشان الهدف والله مرة حلو. يوه الشوتة مرة. أوه العين بدأ يشعر بخطورة المنافسة في البطولة اللي كان هو الحاصل عليها الموسم اللي فات. فالان بينزل كاكو وبينزل اكثر من لاعب. كاكو اليوم من الايام كان لاعب في نادي التعاون في الدوري السعودي. والله مين يصدق يا اخوان انه العين هو بطل الموسم اللي فات في بطوله قاره اسيا واليوم في اواخر ترتيب الدوري مو الدوري اللي هو المجموعه عفوا. يا اخي ما شاء الله كنترولات. يا ابوي هذا 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 ايفون برو ماكس فيري بيج بيج جول ذيس مان اوف ذا ماتش ولا ايش يا ابوي؟ ما انا مستوعب. الاهلي كان مستواه شيء نزل الايفون شو ابنز ما شاء الله هذا اسيست ولا شوته ومحرز كنتره وعرضيه وشوف اسيست هدف يا مين بالله هدف مره بطل. ايش هذا الهدف؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله. في ملعب العين القلعة الاهلاوية في قارة اسيا غير، الراقي في اسيا غير. ايفنتوني اللي جمهور الاهلي نصه تقريبا مو راضي عليه نزل بابا هدفين مو هدف هدفين ما شاء الله لا قوة الا بالله. يستاهل استاهلوا جمهور الراقي استاهلوا. يا سلام تغييراتك وتوجيهاتك يا ابني خلاص لا تسوي التحية. الله انتم ما تعرفوا التحية ولا كيف سوى احتفالية ان شاء الله تحتفل كيف تسوي لا
تسوي الحركه ذي؟ يا جماعه الخير انا ماني مستوعب هذا من جد الايفون يا ابويا ما شاء الله تبارك الله في دقائق هدفين ما شاء الله تبارك الله. لا كمان لما نزل ارضيه الملعب تحس الاهلي كله تغير، مو بس هو اللي ما شاء الله، لا تحس المنظومه كلها فيها كذا صار طاقه، حتى في المدرجات صار في طاقه. لا والله ما شاء الله جمهور الاهلي ما شاء الله من بدايه المباراه فيه طاقه. خروج فيرمينو ودخول سمحان النابت، فيرمينو صراحه برضه في تطور في اداءه صراحه، اوه لو الهدف الحسم هدف هذا كان قذيفه اوف ما شاء الله. سايد واضح يا الهلاوية، حاول تطلع بكلين شيت يا الهلاوية. شفت السلو الواضح، شفت ديمرال والله حسب انه هو متعنن انه رجع، بس ترى كأنه وقف. كويس كويس الحمد لله على التسلل. اوه جماهير عين زعلانه، جماهير عين تطالب بانه هذا هدف صحيح يا حكم، لكن معلش انتوا اخواننا وحبايبنا، لكن الحق حق وهذا التسلل واضح وصريح. للدفاع وتسديده اخرى وفي الشباك هدف جميل متالف. ايش هذا؟ دقيقه، العين سجل هدف وتلغى بدايه التسلل وجابوا هجمات خطيره والان جابوا هدف صحيح يا الاهلي. يا الاهلي حذاري حذاري، انتوا فايزين 3-0 هوب، انه تطلع بالتعادل او لا قدر الله ريموتادا ولا انتبهوا. انا قلت لكم احذروا مكاكو، قلت لكم كاكو نزل ما حيعدي الليله كذا. والله تسديده مره قويه مكاكو، اللاعب ذا صراحه مبدع صلاه على النبي ما شاء الله، من ايام هو عندنا في الدوري السعودي ما شاء الله. يا الهلاويه فرق هدف وباقي تقريبا 4 دقائق على انتهاء الوقت الاصلي والاضافي والمباراه، وممكن الحكم ترى يزود شويه. حذاري انت اليوم بتاخذ 3 نقاط، من 3 نقاط لا قدر الله فيكون في استهتار او عدم تركيز، انك تخسر 3 نقاط ذي انتبهوا. لا اله الا الله. سعد بالعبيد لازم يطلعوا ما تسر الان، سعد بالعبيد نقطه ضعف الان في دفاع الاهلي، مع كامل احترامي وتقديري لي الصراحه لازم ياسر الان يبدل ان شاء الله، ينزل لاعب من عيبه العين عادي، احنا اخوان ومسلمين ناخذ من عندكم لاعب، لازم نتعاون. من دقيقه يضيع وقت الله، لا لا الحكم لا، يا حكم خلي يضيع وقت مندي. صح والله يضيع وقت، باقي ثواني وينتهي الوقت الاصلي والاضافي للمباراه. اتمنى الاهلي التركيز التركيز التركيز، لا يجي على مرماكم هدف، انت الان في هذا الوقت ضامن 3 نقاط، حذاري لا قدر الله يجي هدف على مرماك وتطلع من مباراه اليوم بنقطه، واصلوا سلسله انتصاراتكم في البطوله الاسيويه. انهي يا حكم ورانا مباراه النصر، يا حكم ورانا مباراه النصر انا بروح اصورها يا حكم، انا اقفل منها بروح اصور. ممكن انت تقفل، ممكن يقفل ولا ممكن ما في قفل، احنا وصلنا دقيقة 100 الحمد لله الحمد لله، بعد طلوع الروح الحكم انا اللقاء، بعد طلوع الروح الحمد لله. الف مبروك للاهلي وجماهيره ما شاء الله، لا قوه الا بالله، الراقي الاهلاوي قلعه الكؤوس، يواصلون انتصاراتهم في البطوله الاسيويه، وهارد لك للعين وجماهيره. لايكاتكم واشتراكاتكم لما نلحق مباراه النصر. السلام عليكم.